مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر الصادم جدا من مدينه الدار البيضاء. والاحداث اللي غادي نرويوها لكم هي وقعت في مدينه الجديده او في ضواحي مدينه الجديده. اغتصاب طفل قاصر يبلغ من العمر 6 سنوات ونصف من طرف للاسف الشديد 3 ديال القاصرين. هذا الشيء اللي ولينا كنسمعوه خطير جدا. مؤخرا وقعوا عده مشاكل من هذا النوع في مدينه الدار البيضاء. تنشوفوا ان هروب قاصرات وفين كيمشيو كيمشيو عند بعض الفتيات اللي كيمارسوا الشذوذ وكيديوهم عند الرجال. وهذا الشيء صراحه كيضرنا في خاطرنا، لان ملي كنشوفوا قاصر كيمارس هذا الشيء على قاصر راه ما كيبقاش مشكل ديال ان شكون اغتصب شكون، تيوليو عندنا ضحايا اللي هما من جميع الاطراف. البنيته اللي خسر ليها وجهها هذاك الشاب اللي كاينه في المنطقه ديال الرحمه راه ماشي بالغ، راه العمر ديالو 16 سنه واللي كان سايق الموتور 20 سنه. يعني في القضيه فيها 3 ديال الضحايا، اليوم كاين 4 ديال الضحايا، الطفل القاصر اللي كيبلغ من العمر 6 سنين ونص واللي تعدوا عليه اللي تا هما قاصرين، تكرفصوا عليه، اغتصبوه، تبولوا عليه. اش هذا الشيء وصلنا ليه؟ واش غنحملوا للدوله المسؤوليه؟ طبيعه الحال لا. واش غادي نحملوا البوليس المسؤوليه؟ طبيعه الحال لا. واش غنحملوا للدرك الملكي المسؤوليه؟ واش غنحملوا لما نحملوا المسؤوليه؟ انا غنحملوا المسؤوليه للوالدين، حيت هنا فينا واش غنقولوا البوليس ما دارش خدمته؟ فين غيدير خدمته هاد البوليس؟ شغنقولوا النيابه العامه ما دارتش خدمتها، القضاء ما دارش خدمته، فين هو؟ هذا راه الدور ديال الاسره. ومن هذا المنبر كنبغي نحيي القضاء المغربي النزيه، كنبغي نحيي النيابه العامه، الساده الوكلاء العامون ديال جلاله الملك جميع بقاع المملكه، وكنبغي نحيي الخليه ديال العنف اللي دارتها النيابه العامه في جميع بقاع المملكه، اللي كتشتغل جنبا الى جنب مع المجتمع المدني، مع الامن، مع الاعلام، من اجل اننا نحلوا مثل هذه المشاكل. اليوم 4 ديال الضحايا، 3 اللي اعتدوا على القاصر والقاصر. خليكم معنا باش نعرفوا تفاصيل ديال هذه الكارثه وديال هذه الفاجعه اللي اهتز عليها الراي العام بمدينه الجديده. ومعنا الاخت ديال الضحيه اللي العمر ديالو 6 سنوات ونصف، باقي طفل مسكين ما عارف والو. شنو وقع زلمه؟ جيب لي شي حدايا. شنو وقع؟ خرج مع 11 مشى للمدرسه ديالو، خرج تيقرا في السنه الاولى ابتدائيه. ومني سال المدرسه ديالو ومني خرج مع 5 تموجيا كاملين الدراري، ومن بعد هما جروه خطفوه لواحد الغابه وتعدوا عليه بثلاثه. نعم. وهنا غادي يرجع للدور ديال الاسره. فين هي امك؟ فين هو باك بنتي؟ الوالد ديالي خدام وماما في الدار. علاش مامك ما تمشيش تجيب الدري عنده 6 سنين ونص وكيدوز من حدا غابه؟ بعيد بزاف، تقريبا شي 3 كيلومتر من الدار، بعيده المدرسه بزاف. وهنا غنقولوا هنا التقصير ديال التعليم، لان خاصنا يكونوا حدانا المدارس حدا كل دوار. الدري كيضرب 3 كيلومتر ونص بوحدو على رجليه؟ بوحديتو عنده 6 سنين ونص، ما كاينش حتى ناقل المدرسه. واخا هنا غادي نحمل المسؤوليه للجماعه، غنحمل المسؤوليه للمجتمع المدني، حيت بحال هاد المدارس ملي كيكونوا بعاد راه كنديروا النقل المدرسي اللي هو مجاني. اليوم إذن الأسرة تتحمل المسؤولية، حيت الأم جاتها الطريق بعيدة، وأنا سمحي لي غنحمل المسؤولية لماماك. ما كايناش شي حاجة بعيدة على وليداتي. وأنتي ملي ما قاداش على الدراري ما تولديش واحد خو صغر منه باش أنك أش غنقول لك بنتي؟ أنا ما غاديش نحملك ما لا طاقة لك به. هادشي بطبيعة الحال للأسف الشديد راه كنعانيو منه حتى في مدينة الدار البيضاء. كاينين بعض الأمهات عوض ما تدي بنتها ولا ولدها المدرسة وتجيبو كتبقى ناعسة، كتبقى شادة التليفون، كتبقى سهرانة الليل كله، وفي الصباح كتصبح ناعسة وكتخلي داك الوليد ولا ديك البنيته كتمشي للمدرسة بوحدها. طفل عنده 6 سنوات ونصف كيضرب 3 كيلومتر ماشيا عاني الأقدام، ماشيا على الأقدام عفوا. من يتحمل المسؤولية؟ ماشي الأسرة بوحدها هنا، ولكن كتحملها الأسرة، كتحملها الجماعة ديال داك التراب، لأن كان خاصها توفر نقل مدرسي لهذا الطفل اللي اليوم هو ضحية. وكنعرفوا اشنو هما الآثار النفسية اللي كتوقع من بعد على مثل هاد الأطفال. شنو وقع ليه؟
كيفاش سقسيتي الخبار؟ انا عيطت لي غير عيطت لي اتصلت بيا بنت عمتي مع 8 ديال الليل، قالت لي هادشي وقع لي مع الخمسة البارح. البارح مع الخمسة. شحال الاعمار ديالهم؟ الاعمار ديال الشباب اللي واحد قولي بجوج قد غد 14 سنه وواحد 17 سنه. 14 سنه و17 سنه. وكتفوه مسكين، كتفوه ربطوه بالقنبو وكتفوه وتعدوا عليه. 14 سنه و17 سنه. واحد كبر منهم هو اللي واش 14 سنه يقدر انه يغتصب؟ ثلاثه هما كانوا معاه. شنو داروا ليه؟ شنو عاود لك خوك؟ حيت انتي تكلمتي على مع خوك وعاود لك مسكين بالتفصيل شنو وقع لي. قال لي خطفوني ودخلوني للغابه. مع من كان غادي خوك؟ كانوا جايين هما من المدرسه هو والدراري بزاف. ما عرفتش كيفاش داروا، اختاروه هو بوحديتو. دخلوه للغابه. كتفوه من بعد تعداو عليه، عراو حيدوا ليه حوايجو. مسكين واش عداو عليه. هتكوا ليه العرض ديالو، داروا ليه هاتك العرض. وشنو داروا؟ تبولوا عليه. داكشي اللي عاود لك، عاودي لي بنتي بالتفاصيل. داكشي اللي قال لي، داكشي اللي قال لي انا. شنو وقع لك انت باش سمعتي هادشي وقع لخوك؟ تألمت بزاف، حيتاش ميمكنش هادشي اللي داروا لي. حيتاش الانسان كيكون عنده ضمير وعنده بخوتهم بحال هادو، ما عندهمش كيفاش الضمير. هادو ما عندهمش 14 سنه، هادشي راه خطير هادشي. بزاف. واخا مني داروا لي هكاك تلقوه. تلقوه وخلوه من بعد مشاو. مسكين هو ما قدرش يطلع، حتى وصلوا غير واحد السيد كان جاي على موطور يمشي. تلقوه وصلوا للدار، هو اللي وصلوا للدار، ما كيعرفوش وصلوا. ملي وصلوا عاود ليهم شنو طرا؟ شنو داروا والديك انا داك؟ تصدموا بزاف. ومن بعد مشاو ديكلارا، مشاو لعند الامن ولا الدرك الملكي؟ شنو عندكم تما نتوما؟ البوليس ولا الجدارميه؟ عند البوليس، عند رجال الامن. داروا الشكايه ديالهم. هو الوليد واش كيعرفهم؟ شهاده طبيه. تيعرفهم الوليد؟ كيعرفهم، حيتاش كان كيمشي معاهم المدرسه. واحد فيهم اللي كبير خارج من المدرسه كيجي كيتلقى لهم في الطريق، ولكن عمرو دار بحال هادشي. تداروا البارح. اذا تعرف عليهم. مشى عند رجال الامن، داوه دا شهاده طبيه. اليوم عاد باش مع الصباح عاد باش طلع جديده باش يدير لي شهاده طبيه. لا، واش رجال الامن هزوه داروا له شهاده طبيه، داوه للطب الشرعي؟ لا، داه بابا اللي طلعوا الجديده عاد باش لحق عليهم. هادشي اليوم؟ اليوم في الصباح. عاد لحق عليهم الامن. عاد لحق عليهم الامن. شنو الاجراءات؟ شنو قالوا لهم في الشهاده الطبيه؟ باقيين خليتهم انا دابا، باقيين دابا في السبيطار. باقيين في السبيطار. واخا شنو السروال ديال خوك شنو لقاو فيه؟ لقاو فيه هذاك الشيء ديال الدراري. لقاو فيه السائل المناوي. السائل المناوي ديال شي واحد فيهم. حيت 14 سنه انا ما عارفاش واش هذوك الاولاد بالغين، واش لان البلوغ في 14 سنه غيقدر يكون ديال الدري اللي عنده 17 سنه، هو اللي يقدر يكون فيه السائل المناوي، لان 14 سنه راه باقي ما بلغش. تعدوا عليه بزاف، ما قدرش مسكين يزيد، باقي لحد الان ما كيقدرش يتمشى مزيان. باقي ما تشدوش؟ مازال، باقي ما اعتقلوهمش. مازال ما تعتقلوش؟ مازال ما اعتقلوهمش. واخا قلتي لي العائلات ديالهم دابا وحنا تنهضروا راهم في داركم جايبين السكر. باش كيلوحوا العار على ديوركم. عافاكم شنو تنازلوا؟ تنازلوا وسامحوا الدراري، ما عارفين حتى شي حاجه. ايوا راه بصح، راه عندهم الحق، راه فعلا راه خصهم يسمحوا للدراري. انا بعدا كنقول لباك وامك انهم يسمحوا للدراري وانهم يعتقلوا والديهم. هاد الوالدين اللي جايبين السكر هما اللي خصهم يتعتقلوا. هاد الوالدين اللي جايبين السكر باش يهضروا على واحد الوليد اللي تهتك العرض ديالو، وتيقولوا للعائله ديالو راه باقيين صغار ما عندهمش العقل. بحال واحد الواقعه وقعت مؤخرا في مولاي رشيد ديال شاب خدام في حانوت عنده 19 سنه، كتدخل عنده بنيته عندها 6 سنوات، حتى كتشدوا الكاميرا ان البنيته دخلها وبقى كيبوس فيها وبقى كيقص ليها في صدرها. عندها 6 سنين ونص، عنده 19 سنه، وكيبركها فوق حجره. البنيته مشات عند امها قالت لها انا عييت، بقوت مال البنت، لان في الكاميرا شنو كيبان؟ كتبان البنت داخله من الحانوت كتدخل كتجري لعند مول الحانوت. هادشي وقع في مولاي رشيد قبل شي 5 ايام ولا 6 ايام. البنيته مشات عند امها قالت لها ماما انا عييت، اشنو وقع لك؟ قالت لها راه كيشدني فلان في الحانوت وكيبوسني فمي وكيقصني في صدري وكيبركني فوق حجره. ملي رجعوا للكاميرا تلقاو البنيته كتدخل لراسها. انا مش غنحمل المسؤوليه؟ غنحمل المسؤوليه الشاب وعائلته والام ديال الطفله. طفله عندها 6 سنوات كيفاش كتسخر الحانوت؟ طفله عندها 6 سنوات كيفاش كتمشي للمدرسه بوحدها؟ والخطير في الامر ان الناس تما كيعاودوا ليا ان نفس الطفله الغد اللي مع العشرة الليل خارجه كتلعب في الزنقه.
هذيك الطفله اللي تعرضت لهذاك التحرش واللي تعرضت لديك محاولات الاغتصاب. وهنا ايضا احمل المسؤوليه العائله ديال هاد الاولاد، واحمل المسؤوليه العائله ديال هاد البنيته، لان ذاك الوليد عنده 6 سنوات ونصف، من غير المعقول انه يمشي المؤسسه تبعد عن المنزل 3 كيلومتر ويعاود يرجع، وبعض المرات كيطيح الظلام. دابا كيفاش داير مسكين خوك؟ كي داير الحاله ديالو؟ الحاله ديالو كتاثر فيك بزاف، واخا هو مسكين حيتاش ما عارفش شنو وقع ليه، كيقول لك شنو اللي داروا ليه، ما عارفش شنو هو، ولكن ما عارفش شنو هذاك الشيء اللي مارسوا عليه الجنس. ما عارفش هذاك الشيء، وهذا الشيء غياثر عليه حتى ملي غادي يكبر. عاود لك انت بالتفصيل، انا سمعت دي زوديو معاه، شنو قال لي؟ قال لي بلي كنا جايين عادي ودخلوني للغابه وكتشفوني. اييه. وبقاو كيتكرفسوا عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. واش عائلتك غيتنازلوا؟ كنتي خايفه على داركم يتنازل؟ خايفه من العود يتنازلوا على هذا الشيء اللي وقع. وهو ملي غادي يكبر غادي يتعقد، ملي غادي يتعقد بزاف هو ملي غادي يكبر، ملي غيعرف بلي هذا الشيء اللي وقع ليه، حيت هو لحد الان ما عارفش هذا الشيء اللي وقع ليه. واش اخبارك ان عائلتك وخا يتنازلوا راه كاينه واحد الحاجه اللي سميتها الخليه ديال العنف ضد المراه والطفل، ان الوكيل العام لجلاله الملك مدينه الجديده اللي كنبغيو نشكروه واللي تنعرفوه المصداقيه ديالو، ولانه كان كيشتغل مدينه الدار البيضاء وتنعرفوا الحنكه ديالو وتنعرفوا الجراه والكفاءه ديالو، ما غيسمحش في حق هاد العائلات ولا هاد الوليدات، حيت راه العائلات اللي خصهم يترباو، وان هاد الناس اللي بغاو يسمحوا راه خصهم حتى هما يتعاقبوا. راه عائلتك الا كان فعلا هاد الولد تعرض لهاد الهتك ديال العرض راه خصو حتى هما وبغاو يتنازلوا راه خصهم يتعتقلوا. بقى فيك خوك بزاف. شحال عندك من عام؟ عندي 20 سنه. 20 سنه انتي كتشتغلي من الدار البيضاء، هذه واحد الشابه اللي كاينه باش نقول لكم، هاد الشابه هذه من نزلاء او من نزيلات ديال جمعيه دارنا اللي الرئيسه ديالها استاذه سميره البقالي، واللي احتواتها واحتضنتها ودمجتها في المجتمع، وراه هي اليوم فاعله في المجتمع، وراه كتشتغل في احد اكبر صالونات الحلاقه بمدينه الدار البيضاء، وخدات الدبلوم ديالها وقدرات انها تدمج في المجتمع. عجبك الحال بنتي؟ شنو اللي خلاك انت جيتي لكازا؟ باش انا نحقق داك الهدف ديالي. واش هربتي من داركم؟ هربك الفقر؟ شنو هربك من داركم بنتي؟ شنو اللي خلاك تخرجي من شنو اللي ما عاجبكش في داركم؟ كنت باغا نكمل قرايتي، داكشي علاش. الانسان ملي كيهرب من الحضن ديال العائله، هاد البنيته هربت من الحضن ديال العائله لانها حست براسها انها كانت غتولي ضحيه ديال الاغتصاب، وهي طفله. زواج هذاك ماشي زواج، زواج القصيرات. كنبغيو نشكروا الساده قضاة المحاكم الاجتماعيه بالمغرب وخصوصا بنيه الدار البيضاء اللي منعوا هاد الزواج ديال القصيرات، كانت غتكون ضحيه ديال العائله ديالها. واش هاد البنيته تزوج وهي قصير؟ واش هاد البنيته تمشي تغتصب وهي قصير؟ وجو كنتوما كتعيشوا في العروبيه؟ شنو شحال نتوما بيكم؟ حنا اربعه. اربعه منكم هذا الوليد هذا، وشكون عندكم واحد صغير؟ واحد صغير منه. فاش خدام الاب؟ الاب كيبني. والام باركه في الدار. يعني نتوما ناس على قد الحال. الحمد لله انك طحتي بعدا في الجمعيه، والحمد لله ان لقينا هذه الجمعيه اللي احتضنتك واللي قدمت لك الدعم واللي دمجاتك، لان كان ممكن انك تضيعي، كان ممكن انك تكرفسي في مدينه الدار البيضاء، كان ممكن انك اليوم تكوني مشرده وتكوني حتى انت ضحيه لهذاك العرض والاغتصاب. كتحسي براسك مزيانه بنتي؟ بزاف. كنتي غاده بيخه تسمعي هذا الخبر، هذه الفاجعه. شنو بغيتي دابا بنتي؟ شنو الرساله اللي جيتي توجهيها؟ باش ناخذ حق خويا. ما بغيتش نمشي سامح. انا بغيت ناخذ حق خويا ويتبعوا لي عند شي طبيب نفساني ويرجع به خير وعلى خير. ما كرهتيش انه يجي لهنا لشي جمعيه اللي تكلف به وتعتني به؟ لان مسكين باش من حاله غادي يبقى تما. ما يمكنش انه خاص شي حاجه باش انهم، حتى خويا ممكن انه يوقع عليه نفس الشيء. خوك الاخر؟ شحال عنده؟ عنده ربع سنين. ربع سنين. يعني انت وليتي خايفه على خوك ديال ربع سنين ان تا هو يتعرض؟ وكاينه بنت اخرى ولا دري تا هو الاخر؟ لا، كبر مني. هذاك كبير في العسكر. هذاك كبير. إذا أنت كتوجهي اليوم رسالة ديالك للمسؤولين بمدينة الجديدة، وخصوصا للنيابة العامة، أنها تدخل في القضية ديال خوك، وأن ولو داركم يسمحوا هما ما يسمحوش. لأن داركم إلا سمحوا راه خصهم يتابعوا قضائيا. ما يمكنش أن نسمح.
راه ما بقاش ولدكم، راه ولا ولد ديال الدولة، راه ولا الولد ديال السيد وكيل العام جلالة الملك، راه ولا ولد ديال السيد قاضي الأحداث. راه ما بقاش ولدكم أنكم نتوما ما عند حقكم أنكم تسمحوا ولا ما تسمحوش. اليوم حنا تنوجهوا نداءنا للخلية ديال العنف بمدينة الجديدة، تنبغيو نشكروهم على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها جميع الخلايا ديال العنف ضد المرأة والطفل في جميع مناطق المملكة، وأنا خص بالذكر هنا بمدينة الدار البيضاء ولا السادة القضاة. الحمد لله اليوم عندنا قضاة اللي من المستوى والكفاءة والجرأة والنزاهة أنهم تيواكبوا مثل هذه القضايا وكيشوفوا في هذه الوليدات أنهم وليداتهم. تنبغيو نوجهوا نداءنا للسيد الوكيل العام جلالة الملك مدينة الجديدة أنه يتدخل، نداءنا أن هذا الوليد راه ولدكم، وحنا بطبيعة الحال ما غاديش نقول لكم شنو ديروا لأنكم كتعرفوا خدمتكم، حنا فقط نوجه الرسائل، حنا فقط كنوصلوا المعلومة، لأن كاينين بعض الوالدين لا سامحهم الله كيسمحوا في الحقوق ديال وليداتهم تحت غطاء العار، قالب السكر ها العار، خسر لو جاها عارها بالزيزيلة الحجر العافية، خصوصا تعرفوا أن بعض الدواوير وبعض المناطق وبعض الأحياء الشعبية مازال كيمشيو. كنبغي نقول للناس الجيران اللي كيدخلوا في مثل هاد القضايا، كنعرف انا شحال من جاره وجاره كتعرف بنيتها تغتصبات ولا وليد تغتصب ولا وحده خسر لها شي واحد وجهها ولا واحد ضرب شي واحد وكيتموا غاديين في الصلح. تنقول لكم حرام عليكم، حرام عليكم، حيت ما قيساش لكم وليداتكم. انا بالنسبه لي اي واحد كيدخل في الصلح في مثل هاد القضايا الاجراميه فهو مجرم، فهو يساهم في الجريمه. كتلقى البوليس غادي يشدو شفار كيخرج درب على قدو، ها العار راه درويش راه مسكين ما كيدير والو كيبيع القرقوبي، راه عمرو تعرض لينا راه درويش. بقاو دخلوا سوق ريوسكم داك العار اللي كنرميوه في الدرب ونمشيو نطلبوا هذا اغتصب ونطلبوا عائلته هذا حيت خسر هذه وجهها ونطلبوا بركه علينا من هذه الممارسات. يجي عندك شي واحد يقول لك يلا طلبي معايا هاد الجاره ولا هاد الجار باش تسمح، ولا خويا لا هذاك الوليد وهذيك بنيته راه كنعتبرهم ولدي وبنتي، راه لو وقعت لي انا ما غنسمحش. المشاهدين الكرام هذه هي القضية والفاجعة اللي هزات رأي العام مدينة الجديدة. شنو دوار؟ دوار الشفارحة. دوار الشفارحة. الشفارحة اه. دوار الشفارحة نواحي ولاد فرج تابعين بالبوليس. اه. ماشي للدرك الملكي. ولا هما بغاو يمشيو هبطوا يديروا الشكاية في مدينة الجديدة. داروا مشاو باش يديروا شهادة طبية. شهادة طبية. اه تما وجاو عندهم البوليس الصباح. جاو عندهم الصباح. كنتمناو ان هذه القضيه وان كل واحد وخصوصا العائلات ديال هاد الشباب القاصرين راه خاصهم حتى هما يتعتقلوا لان ما رباوش ولادهم. مشاهدينا الكرام نختم معكم هذا البث المباشر وغادي اكيد نتلاقى بكم في بث اخر، وكنبغي نشكر مره اخرى الجمعيه اللي كتعنى بهاد الطفله لان باقا طفله 19 سنه راه باقا طفله ما كملتش 20 سنه. تنبغي نشكر الناس اللي كيساهموا في مثل هاد الجمعيات انهم كيدمجوا هاد الوليدات وكيقدموا لهم يد المساعده وكيخدموهم. تنشكر جمعية مفتاح وحلول دارنا، تنشكر أي واحد كيساهم من قريب أو من بعيد على أن هاد الوليدات اللي كيخرجوا من ديورهم هاربين من الذل، هاربين من الفقر، هاربين من 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 الطغيان ديال بعض العائلات أنهم يواصلوا على العمل ديالهم. تنقول لهم شكرا جزيلا ونقول لكم إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.